أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى فكرتنا الثانية ومحطتنا الثانية لهذا اليوم، فكرة الصحة النفسية. وموضوعنا لهذا اليوم كيف نستغل فترة شهر رمضان المبارك لاستعادة نشاطنا ولكسر الروتين الحياتي الذي نعيشه في ظل الضغوطات والحجر المنزلي. أناقش هذا الموضوع مع الاختصاصية في العمل الاجتماعي ورئيسة جمعية ريسكيو مي. أهلا وسهلا فيك أستاذة نانسي يموت. أهلا وسهلا فيك فاطمة. نحن اليوم ببعض الإرشادات العملية اللي فينا نستفيد فيها من حضرتك، نحن فينا نطبقها يومية، كيف فينا نوجز للمشاهدين بعض الإجراءات اللي فينا نقوم فيها نحن لنكسر الملل، لحتى نستعيد نشاطنا، لحتى تكون أعمالنا اليومية بشهر رمضان هي تتفاوت بين الروحية وبين العملية وفيها كثير من النشاط والحيوية، لحتى نكسر هالملل وهالحاجز الخوف اللي نحن عايشينه والقلق والاضطرابات بظل الحجر المنزلي وكورونا. تفضلي. أهم نقطة بعامل الصيام ووجود عامل الصيام بالدين هو أنك تفوتي بعامل الروتين، والروتين بيعطيكي شعور الأمان. عادة نحن الأطفال وقت بيصير عندهم اضطرابات أو أي خلل من الخلل العائلي نطلب من الوالدين يحطوا الولد روتين من أول ما يفيق لحديه ما ينام. سبحان الله بهذا الشهر بتفوتي أنت بروتين من وقت السحور لوقت الفطور، وهذا عامل بيعطيك الشعور بالراحة النفسية والشعور بالهدوء بقى والاستقرار النفسي، لأنه أنت بتعرفي أنه بدك تفيقي الصبح بتعملي شغلة بترجعي على البيت تجتمعي مع العائلة. فهذا الروتين ممكن يريح لك راسك يريح لك جسمك ويروق الروحانية الموجودة عندك. نعم صحيح. طب نحن هون بظل الحجر المنزلي كيف فينا إضافة يعني قطع العزلة عبر الاجتماع مع الأسرة حول المائدة الواحدة، كيف فينا نحن كمان نقوم بنشاطات بتفرغ نفسيا عن حالنا بتخلينا نستعيد نشاطنا ونشرج طاقة إيجابية خلال كل النهار بشهر رمضان؟ الكتير مهم بشهر رمضان أنه عامل العزلة كتير بخف بشكل كتير مهم، يعني بيصير اجتماع العائلة على وقت الفطور والتحادث وشو عملوا خلال النهار، يعني أقل سؤال بيسألوا لبعض كيف كان نهارك؟ كيف كان نهارك؟ صارت العالم يعني صارت تستفقد تحكي هذا الموضوع، يعني الأم والبي والولاد وتجتمعوا كيف كان نهاركم؟ شو عملتوا خلال النهار؟ مع مين حكيتوا؟ شو عملتوا أونلاين؟ بعرف إنه هلأ كله أونلاين، بس بغض النظر في فرصة للعائلة تكون مع بعضها وتتعرف على بعضها وتعرف حالها كيف هي عم تنسجم مع بعضها أكثر وأكثر. مثل بعد الفطور يلعبوا ألعاب المونوبولي، يلعبوا أشياء إيجابية في المرح على الجو بخفف شوي يمكن من الطاقة السلبية الموجودة، يحضروا شيء مشترك مع بعض، يعني في أشياء كتير موجودة ممكن تنعمل داخل المنزل وتخلي العائلة تكون قريبة من بعضها. نعم هو شوي موضوعنا قريب للنفس اجتماعي أكثر ما هو صحي نفسي بحت، يعني نحن فينا هون نتبعهم الإجراءات ونخصصهم خصوصا بشهر رمضان المبارك للناس لحتى يستفيدوا منهم، لأنه انعكاساتهم عم تكون ارتداداتهم الإيجابية على النفس الإنسانية اللي هي بالتالي صحة نفسية، حتى ما يكون في التباس عند المشاهدين عم نحكي موضوع اجتماعي نفسي لحتى نقدر نفرغ من هيدي الطاقة السلبية اللي موجودة عنا. أستاذة نانسي يموت، حضرتك اختصاصية بالعمل الاجتماعي ورئيسة جمعية ريسكيو مي، شكرا كثير على هذه المداخلة القيمة معنا ورمضان كريم. وعليك يا رب. يعطيك ألف عافية. أعزائي المشاهدين، بعد فكرة الصحة النفسية كالعادة نختم مع فكرة التغذية غذاؤك دواؤك، ماذا لدينا بعد هذا الفاصل؟